متابعي سفيان ستوريز، مرحبا بكم في الجزء رقم 10 من القصه ديال الحارس الشخصي. سمحوا لي البارح ما كنتش غبرت عليكم، عارفكم توحشتوني، حتى انا توحشتكم بزاف، كنموت عليكم بزاف، ما بغيتش نطول عليكم حيت شحال واحد تيقول لي ما بقاش تطول في المقدمه. مهم نخليكم ديريكت تعيشوا مع الجزء رقم 10 من القصه ديال الحارس الشخصي، وما تنساوش ديما سفيان ستوريز. مازال ما قلتوش كيفاش بادر من بعد المشاكل كاملة، مازال كيقاتل وصابر وباغي يوصل. ما عرفتوش علاش ليلى هي الأمل، وحتى هي خسرت مع السوية. ما بغيش نكون متدمر، حيت التدمر هو اللي كيقتل بنادم، ودائما النبش في الماضي كيخليك تعيش جحيم في المستقبل. أما كون قلت لكم عندي شي عكوس ولكن الحمد لله. توفيق صاحبي وعشيري وخويا شاف لي واحد لابارتمون، كره لي وقال لي خدم على راسك، واهم حاجه نسى البلية، نسى الشراب، كون دري زوين صاحبي، رجع تريني ورجع الفورما ديالك ورجع الثقه في النفس ديالك، واهم حاجه نسى لي ابو زباله صاحبي. داكشي اللي درت، وليت كنتريني، كنمشي الصباح نجري وفي العشيه كنمشي لاصال. بقيت بحال هكا تقريبا شي 3 شهور الخوت رجعت الفورما ديالي وليت كيف كنت وحسن كاع. باش ما نكذبش عليكم، مره كانت كتجيني النغزه ديال الشراب، خصوصا ملي كيطيح عليا الضيم وكنحس بالوحده وكنحس انني وحيد في هذا العالم هذا. ليلى كنت ديما مراقبه من بعيد، والحاجه اللي ازمتني نفسيا هي انها ولات كتعرج على رجليها، وهذا الشيء كامل بسببي. توفيق حيت هو العقل المدبر قلت لي ضروري تشوف لي شي بلان كيفاش ندخل لبوت ليلى. الفكره ديال توفيق كانت هي اننا نمشيو نسمروا عليه في الشركه، وداك الشيء اللي درنا، ولينا كنمشيو نسمروا عليه في الشركه اللي اصلا عرفناها غبزز، ديما كنسمروا عليه ولكن والو ما كنلقاوش. ورغم ذلك ما يأسناش، بقينا ديما كنضربوا طليله تماه. حتى واحد النهار بان لينا، مشى كيجري عنده توفيق، قال لي السلام عليكم الحاج، كيدير لاباس عليك بخير؟ قال ليه سمعتكم باللي كتقلبوا على شي حارس شخصي لبنتكم. جاوبوا الحاج اياها ولدي، ولكن راه كان مود هادي ودابا راه لقيناه. جا قالها لي توفيق، وعرفت راسي باللي تعطلت بزاف، طلع لي الدم وحقت. قال لي توفيق الا كانت بنتو عندها حارس ديالها باها ما عندوش. قلت لي فاش كتفكر؟ قال لي نديرو شي خطه اللي نتبتو ليه فيها انه حتى هو محتاج الحارس شخصي. قلت لي كيفاش؟ قال لي اسمع مزيان، غادي نشوفو شي مشرملين ندبروا عليهم وغادي نسمروا عليه، وانت اللي غادي تمشي عنده اللحظه اللي تكون كدوي معاه، غادي يوقفوا عليكم دوك المشرملين وهزين السيوفه، والحياه ديال الحاج غتولي في خطر، وبيان سور انت غادي دير خدمتك. قلت ليه شيطان مع راسك، ملي كيجيوك هاد الافكار هادو صاحبي. المهم داكشي اللي درنا، بقينا كنقلبوا على المشرملين، لقيناهم بزز، واخا جبنا وحدين محفحفين حيت ما لقيناهم الصراحه، اغلبيه ما كيبغيوش كيخافوا، ماشي مشكل، الدور ديالهم هو انهم يكونوا ممثلين. عاوتاني عاودنا نفس البلان، كنمشيو كنبقاو سامرين على الحاج، ونقدر نقول لكم باللي المشرملين بدلناهم تقريبا شي 20 مره، حيت فيما كنجيو ما كنلقاوش الحاج. بقينا صابرين حتى لواحد النهار جا الحاج، وكان الدنيا خاويه وفرصه لا تعوض. يلا غادي يتم هابط الحاج من الطوموبيل ونوقف عليه. السلام عليكم الحاج، كيدير بخير؟ لاباس عليك؟ عافاك الا كان ممكن، راني شحال مره دفعت في الشركه ديالكم وما كيقبلونيش. قال لي يا ولدي هادشي بعيد عليا، وخاصك تشوف مع الناس المسؤولين اللي مكلفين به، والله يسهل عليك ولدي. قلت لي لا ما فهمتنيش الحاج، يلا غنزيدك كلمه اخرى ما يوقفوا خوتنا في الله. حطوا لي انا سيف وحطوا على الحاج سيف، بداو كيفايو في الحاج، وداو لي البسطام والتليفون. هذاك اللي كان حاط عليا السيف شديته جمعته شمال، عطيته قتله ديال العصا. الله يسمح لي منه. جاو ثلاثه الاخرين عطيتهم حتى هما قتله. الحاج بقى كيشوف فيهم مصدوم، واحد منهم بان ليه التليفون غالي هو يمنع، قال الدرادك خوكم هو يتبعو، تبعتو ولد الحرام بزز باش شديتو. خوتنا ما كنتش داير معاهم هادشي هذا، ولكن ملي بان لهم التليفون والبسطام وبان لهم الحاج كيبان مهور، قالوا هادي فرصه لا تعوض. المهم خديت التليفون والبسطام وتميت راجع عند الحاج، والصدمه هي لقيتو واقف مع البوليس، قلبي تزعزع من بلاصتو، وبزاف ديال الافكار طاحوا لي في راسي. قلت صافي غادي يكونوا ملونسيني، غير غادي يشوفوني غادي يشدوني، وديك الساعة ما بقى عندي فين نرجع،
حيت الحاج نعت بصبعو ليا وقال لي هاو هاو. وصلت النقطة ديال لا رجوع، حيت الا رجعت مشيت فيها بقيت غادي عندهم وتايق في راسي. ديك اللحظة عيط ليا توفيق، جاوبتو وبقيت غادي. قال لي بدر هرب في حالك، اش كدير هرب في حالك دابا؟ قلت لي فات الفوت. بقيت كنضحك زعما وقطعت. وصلت عندهم والثقة في النفس، عطيت الحاج التليفون والبسطام ديالو. البوليس تمو جايين عندي، اش كدير هنايا وكيفاش وصلتي هنا وعلاش زعما حتى وقفتي عاد وقفوهما؟ ارى لاكارت ديالك. قلت لي الشريف انا جيت بحالي بحال اي واحد باغي يخدم، والحاجه يسبق جا عند خويا وسولو الا كان داك الاعلان ديال الخدمه مازال متوفر ديال الحارس الشخصي، وكنظن دابا عرفتو علاش جيت. حيت الحاج قال لخويا باللي خلاص لقاو شي واحد، وانا جيت دابا نطلبو شخصيا. ونزيدك راه البسطام والتليفون ديال الحاج من الغباء نكون واحد منهم ونرجعو ليه. اذا وفروا هاد الاسئله ورونديو شفاره قبل ما يبعدوا. البوليس يتخزز ويشنق عليا، واش انت غادي تورينا خدمتنا دوي؟ مهم خونا بحال ما رضاش قدام الحاج. هاد اللحظه دخل الحاج وقال ليه صافي الشريف سمحوا لي عذبتكم معايا، وقال لي طلع ولدي. خوتنا ما فهموا والو، الخلعه كلها تحولت فرحه وانتم عارفين السبب. ركب الحاج وتحركنا وحنا غاديين في الطريق. عرفت بلي الخطه ديال توفيق يمكن صدقات. مهم مادام ركبني الحاج معاه اذا تاق فيا. بقينا غاديين وقال لي شكرا لك ولدي، عرضتي نفسك للخطر وعلى قبلي، واكثر من هادشي جبتي لي التليفون والبسطام. قال لي واش حليتي البسطام؟ قلت لي لا، ولكن بينا غادي تكون فيه شي حاجه مهمه، واهم حاجه هي انه هادشي رجع لك، والاهم هو الصحه ديالك. براش راه ما عندهم ما يخسروا، الحبس غاديين جايين ليه. قال لي واش انت اللي جا داك السيد باش يدوي لي عليك؟ قلت لي الحاج محتاج نخدم، ونقدر نقول لك باللي الحلم ديالي ملي كنت صغير هو نكون غارد كور. الحاج بقى كيضحك. قلت ليه مع نفسي كون عرفتي انا اللي قريتي بنتك كون هجرتيه. مهم وصلنا لواحد لاجونس، هبط الحاج وخلاني في الطوموبيل وبقيت كنتسناه. من بعد ساعه عاد تم جاي، قال لي ياك ما تعطلت عليك ولدي؟ قلت لي لا الحاج الدنيا هانيه. تحركنا وقال لي فين ساكن؟ نعت لي فين وقال لي يلا نوصلك. قلت لي لا الحاج بلا ما تعذب راسك. قال لي واخا اللي بغيتي، وهو يحل لي الباب بحال قال لي فهم راسك ونوض خرج. مهم خرجت هو يقول لي اسمع ولدي، اي واحد يبروبوز عليك شي حاجه قول بسم الله، كنت غادي نوصلك وانت ضيعتي فرصه. مهم غدا نلقاك قدام باب الشركه مع 5 ديال الصباح قد قد. قال لي هادشي وكسيره وزاد. صراحه هادشي عطاني درس، واهم حاجه ما يبقاش فيا داك التواضع الزايد ونضبط الامور. وانا عارف الحاجه بغى يجربني ملي خلاني ساعه وسط الطوموبيل والصهد، وباش كملها يجي مع 5 ديال الصباح. اكثر من هادشي قد قد. مهم قلب جيبي لقيت 0 درهم، ودابا غادي نضرب من المعارف حتى لسيدي مومن على رجلي، ولا جربت نسلس في الطوبيس غادي يطلعوا لي كونترول اللي كيعتبروا راسهم بوليس، وغادي نولي سارق شي واحد فيهم. في بلاصه من بات في الدار غادي نولي بايت في الكوميساريه. اش غادي نقول لكم، وصلت حالتي الخوت وفهمت مزيان الدرس ما كيهمش. مهم هو الحاج حسيت به عجبته، ومادام قال لي جي يعني غدا غادي يخدم لي. وصلت الكاو للدار، جا عندي توفيق وعاودت ليه البلان، دعا معايا مسكين وقال لي عندك تصبح ناس. قلت لي لا لا كون هاني هاد الليله، واخا خاصني نعس بكري ولكن بقيت فايق، هادشي اللي غادي ندير غادي يقربني من الليله وهادشي اللي بغيت. مهم فقت في الصباح ومشيت نيشان للشركه. الخمسة ديال الصباح لقاتني تما قد قد. الحاج خلاني منشور عاوتاني شي 3 السوايع، من بعد تم جاي وكيضحك وشبعان ناس. وانا من بعد داكشي كامل اللي داز عليا هادشي كيوالو. قال لي صباح الخير ولدي تباني. مهم تبعته وعيط على واحد خونا. ملي دخل عندنا البيرو عرفتو داك خونا اللي كان مع ليلى في الطوموبيل نهار شفتها اول مره. سلم عليا وضحك، وبين ما عقلش عليه، ولكن انا عقلت عليه. عرفني عليه الحاج وقال لي معاك نوفل النائب ديالي، وقريبا ان شاء الله غادي يكون زوج بنتي. وخا ما بينو بين ليلى والو، ولكن كنت كنتمنى لو ليلى كانت سيليباتير، او على الاقل كانت عندها علاقه مع شي واحد، ولكن ماشي تكون علاقه رسميه. ونقدر نقول لكم لا مجال للمقارنه بيني وبين نوفل، يمكن انا احسن منه طوله فورما وزين، ولكن خونا كيبان فيك العاق.
مهم بقينا كنتحدثوا الحاج عاود لنوفل على داكشي كامل اللي وقع. قال لي الصراحه من بعد داكشي اللي وقع الليلة والكارد كور اللي جبنا لها مؤخرا راه ما عجبنيش مزيان وما كرهتوش يكون هو الكارد كور ديال الليلة. نوفل سمع هادشي ما حملش راسه وتزير وباليه بحال حقد. قال لي لا الحاج ما كيلاش، حسيت بيه بحال غار مني، خصوصا كيبان قدامي ضعيف بزاف وكان بان عاطي عليه العين. قال لي نحتاجوه في الشركه ومره مره يبدا يمشي معايا. قال لي الحاج سي، قلت ليه بدر الحاج. قال لي سي بدر راه الحلم ديالو يكون غارد كور. قال لي واخا الحاج غادي يكون غارد كور ديالي وديالك. سولني الحاج وقلت ليه صافي اللهم يسر. ديك اللحظه جانا في الاتصال ومن الهضره عرفتو كيدوي مع ليلى. قال لها وي ليلى حنا في البيرو. واخا احنا كنتسناوك، عرفتها غادي تجي في اي وقت. نطو قلت الحاج انا غادي نتحرك دابا. قال لي مالك زربان؟ قلت لي عندي واحد غرض مهم. قال لي مهم ولدي. هي السكرتيره غادي تعطيك كاع الوثائق اللي غادي تجمع. ومرحبا بك يا ولدي، الله يسهل عليك. اللحظه اللي تحل الباب زعطحت مع ليلى فاس فاس. قلت لها سمحي لي وكمل طريقي، نقدر نقول لكم باللي قلبي بغى يخرج من بلاصتو، ما شافتنيش مزيان في وجهي وما خليش لي الفرصه فين تحقق مني. مهم مشيت عند السكرتيره وعطاتني كل شيء اللي نجمع وتميت راجع في حالي غادي وطايح عليا الضيم وما حاملش راسي، وهادشي كامل بسبب الغيره. ما فهمتش شنو كيوقع ملي كنشوف هاد البنت هادي وما عرفتش اش كنخربق. هي عشرة يا بدر، الدنيا كتقول لك والله لا فرحتي، اول خدمه ليا وماشي اي خدمه، واخا هكاك ما قدرتش نفرح.